حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج التويت اللي عودناكم من خلاله دائما ما نسلط الضوء على كل ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي. بداية كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله عليكم باليوم والبركات. لكل من يود أن يتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، هذه هي مواقع القناة العراقية الرياضية على الفيسبوك واليوتيوب وأيضا على الانستغرام. إذا نذهب مباشرة إلى أبرز العناوين. مكاتب إعلامية بين الاحتراف والاستخفاف، براءة وتنصل من إناث بسبب، خيبة أمل لجماهير نيوكاسل. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم. نبدأ الحلقة بالخبر اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، هو ما تم تنفيذه من المكتب الإعلامي لنادي الطلبة من تصميم لأحد لاعبي أو لأحد الوافدين الجدد لنادي الطلبة. الكثير يشكل على المكاتب الإعلامية للأندية، الكثير يقول أنه الأندية لا تهتم بالمكاتب الإعلامية، وأن حتى أن تدعو إعلاميين أو مصممين أو أي كادر إعلامي في النادي بعد فترة يتم الاستغناء عنه بحجة ماكو فلوس. نشوف كيف تم تداول هذا الخبر، نحكي لكم القصة بالتفصيل. أولا نبدأ وناخذ هذه الصورة اللي أثارت سخط الجماهير للاعب عدنان محمد الوافد الجديد لنادي الطلبة بهذا التصميم اللي أقل ما يقال عنه تصميم بائس. مثل ما تشوفون الصورة عليها يعني مجموعة من اللوجوات خلفه وإذن اللاعب غير موجودة، وهذا التصميم البدائي اللي عزوه الكثير من الجماهير أنه تصميم يعني أشبه بالتخلف، أنه نادي بحجم نادي الطلبة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة إلى محبين كثار، اليوم نشوفه يقدم لاعبي بهذه الطريقة البائسة. مثل ما قلنا الكثير أشكل على رئيس النادي الكابتن علاء كاظم وعلى كل أعضاء الهيئة الإدارية بأن يعني يواكبون التطور في المجال الرياضي في التسويق الرياضي، أن يكون لنادي الطلبة يعني حال بقية الأندية يقدم لاعبي بطريقة جميلة بطريقة مختلفة. لا ضير أن يكون اللاعب مثل ما شفنا في فريق الصناعات الكهربائية عندما يتدمون لاعب يخلون بوستر، يعني بوستر بسيط، ويرتدي اللاعب فانيلة النادي ويتم تصويره بطريقة لائقة. لكن نشوف اليوم يعني قص الصورة بهذا الشكل، مثل ما تشوفون مثل ما قلنا أنه إذن اللاعب غير موجودة، يعني تسليط الضوء بشكل غير صحيح وخالي ومجرد كاتبين ويلكم عدنان محمد. نشوف كيف كانت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ أولا ببوست لوسام الطلادي كتب: والله صرنا مضحكة للي يسوى والما يسوى بسبب المكتب الإعلامي. وأيضا علي سفن كتب من خلال صفحته على الفيسبوك: صايرة دايرة أغلب أندية الدورينة لا تهتم بمكاتبها الإعلامية ولا تقدم الدعم لمن يعمل فيها بحجة ماكو فلوس. كأنتم منين تستلمون رواتب من الرعاية الاجتماعية مثلا؟ التزم بالوقاية، عائلتك أهم. إذن يعني كلمات من الجماهير ومن المحبين لنادي الطلبة، كلمات عتب. وأنا شفت هواي يعني ردود سلبية، تعليقات سلبية بخصوص هذا الموضوع، لكن صراحة يعني ما قدرنا نأخذها بسبب يعني كان هناك يعني لغة هابطة. إحنا دائما نتمنى من جماهيرنا من يشوف موضوع ما يعني ما قدر يستسيغه، ما قدر إنه يتقبله، ممكن أن ينتقد لكن ينتقد بشكل هادف وبناء. مو أني أكتب تعليق مثلا ممكن أني أمس يعني رئيس النادي أو أمس أعضاء الهيئة الإدارية أو حتى اللاعبين بطريقة سلبية يعني استخدام عبارات هابطة، بالتالي من يعني كل الأشخاص اللي المعنيين اللي راح يقرون هيك سلبيات أكيد راح يستثارون وراح يقول لك هذا الجمهور ما يحبني، هذا الجمهور إذا يحبني بالفعل ممكن أنه يتكلم وياي بلغة النصح بلغة الإرشاد، مو بهكذا طريقة. نكمل الردود والأفعال لهذا الموضوع، و
نذهب إلى بعض من التعليقات، ونبدأ أولاً مع رائد العقابي كتب صدق كذب نادي جدة شكبرة يقدم لواعيب هيج على كاظم دا تشوف اللي يقصد به رئيس النادي. وأيضاً أحمد حمدون شهاب كتب هذا المصور خريج إعلام بزمن كورونا إلكتروني. وأيضاً أحمد رويال كتب هذا الرجل بارك الله به تبرع بإذنه كابتن، بس أنت مفتهم السالفة، ما مفتهم السالفة. إذن بعض من يعني التعليقات اللي مثل ما قلنا تعليقات بها سخرية بسبب هذا الموضوع. سيف غني كتب نادي الطلبة النادي الكبير صاحب التأريخ الكبير لا يمتلك مكتب إعلامي يليق به، يدار من شخص واحد فقط وهو الأخ أحمد حطاب الذي عاصر إدارة النادي من 14 سنة. هو مصمم، هو مصور، هو صحفي، المكتب الإعلامي هو الواجه الكبير للنادي، كيف لا نملك مصورين ومصممين وصحفيين؟ من هنا أطالب الأخ أحمد حطاب بتقديم استقالته فوراً وفسح المجال للشباب بالعمل في النادي، وعلى إدارة النادي تحمل المسؤولية وأن تأتي بكادر إعلامي مميز يليق بنادي الطلبة. إذن تحياتنا للكابتن أحمد حطاب مصور نادي الطلبة، لكن يجدر أن يكون هناك مكتب إعلامي يتكون من مصورين، من يعني مصممين فوتوشوب، يعني كثير من هذه يعني مونتير أيضا لازم يتواجد في النادي، من أجل يعني عندما يتم انتداب لاعب أو تجديد لاعب يجب أن يكون هناك مثل ما قلنا عمل احترافي يليق باسم نادي الطلبة الرياضي. على الوجه الآخر بنفس الموضوع قدم نادي الشرطة لاعبي الجدد، وأيضا عندما قدم تجديد لاعبي كان هنالك يعني تصوير احترافي جميل جدا قام به الزميل ماهر حسان مع مصور ما يحضرني اسمه حاليا، قاموا بعمل احترافي جدا، هو عمل جدا بسيط قدمه اللاعب به بصورة مختلفة مع البعض، يعني خلى ممكن تعديل بالفوتوشوب كطريقة مؤثرات صوتية وأيضا موسيقى كمؤثرات صوتية أيضا، وطلع بشكل ملفت جدا. نشاهد التعليقات أيضا هذا ما يخص طبعا نادي الطلبة. نكمل، سلوان كتب يابا يجوز الولد هو عنده إذن وحدة لا تظلمون المصمم، وأيضا مثل ما قلنا تعليقات كثيرة. نرجع للفيديو اللي قلت لكم عنه اللي طبعا الخاص بنادي الشرطة، ومثل ما قلنا اللي قدم به لاعبي جدد وأيضا تجديد اللاعبين القدامى بطريقة جدا مختلفة وتختلف جملة وتفصيلة عن باقي الأندية العراقية اللي قدمت لاعبيها أما بشكل صور أو بشكل يعني فيديوهات قصيرة. نشاهد طبعا نموذج لهذا الفيديو، وأكيد راح يكون لكم الحكم من خلال هذا الفيديو. كرة القدم نكهة الحياة، يلا نعزف لحن التحدي. قيثارة آلة للجمال، وبالوقاية نظم الأمر. التعايش هو القرار، لازم تلعب بكل أسرع. التباعد أزمة وتحدي، القيثارة تعلن التحدي. إذن مثل ما شاهدتوا طريقة احترافية جميلة قدم بها نادي الشرطة لاعبيه من خلال هذا الفيديو القصير، ومثل ما قلنا الموضوع ما يحتاج إلى هالة إعلامية كبيرة وإلى يعني أفكار جديدة، مجرد أن تأخذ من اللاعب فيديو قصير مع كلمات تواكب ما يعني نمر به في هذه الأيام. يعني مثل ما شفتوا محمد حميد وعلام هاوي وسعد عبد الأمير تكلموا، وكانت يعني صورة جميلة تعكس ثقافة ورقي فكر النادي اللي يمتلكه نادي الشرطة في هذه الأيام. هنيئا لكل
جماهير نادي الشرطة على هكذا مكتب إعلامي، ونتمنى من باقي المكاتب الإعلامية وخاصة من الفرق الجماهيرية أن تحذو حذو نادي الشرطة. إذا نطوي صفحة نادي الشرطة ونادي الطلبة والمكاتب الإعلامية ونذهب إلى موضوع آخر أخذ أيضا حيز كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. الكل طبعا متابع لما طبعا جرى في الأيام السابقة للاعبة المنتخب الوطني بالتايكوندو اللاعبة إيناس عطر. انتشرت إلها بعض من الصور وهي تقوم بتدريبات معينة على سطح المبنى الخاص بالتدريبات. كثير من التعليقات السلبية واجهت هذه اللاعبة من غير سابق انذار، ولكن تفاجأنا يعني كوسط رياضي نشوف بوستات من قبل الموقع الخاص لاتحاد التايكوندو يدين ويتبرأ، أخليها بين هلالين، يتبرأ من هذه اللاعبة اللي مثلت العراق خير تمثيل بالمحافل الدولية. خلنا نبدأ أولا ونقرأ أول بوست بخصوص هذا الموضوع لصفحة ارفع صوتك. بطلة العراق للتايكوندو إيناس عطا تواصل تدريباتها في حديقة أبو نؤاس في بغداد في ظل الظروف الصحية التي فرضتها تفشي وباء كورونا. إذن هذه اللاعبة تختار حدائق أبو نؤاس، لأن مثل ما الكل يعلم اليوم يعني لا ما عندنا مثل ما نقول قاعات ممكن أن نشوف بها لاعبي التايكوندو وحتى باقي الألعاب القتالية أن يتدربون. اختارت هذه اللاعبة أن تواصل التدريبات حتى في أقصى ظروف اليوم اللي نعيشها وتتدرب في حدائق أبو نؤاس. تعليق لعلي كتب: إذا هي لاعبة منتخب وتمثل العراق محليا وعربيا وقاريا. خل أقرأ لكم البوست اللي يخص الاتحاد وأكيد راح أرجع على التعليقات الجماهير. هذا هو البوست اللي كتب الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو، لكن هذا هو البوست المعدل. كان هناك بوست قبل هذا البوست، خلنا نقرأ هذا البوست وأكيد راح أشرح لكم شنو الموضوع. الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو هاشتاغ تنويح. يوضح الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو بصدد ما انتشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية حول فتاة تدعي إنها لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو وباسم إيناس عطا. إذن قال تدعي، إذن هي حسب ما يقول الاتحاد إنها لا تمثل المنتخب الوطني ولا تمثل الاتحاد العراقي المركزي للتايكوندو. خلينا نكمل: وهنا نعلن لا توجد أي لاعبة منتخب لدينا بهذا الاسم، وليس لديها أي ارتباط مع اتحادنا، ولم تشترك في أي نشاط من نشاطات الاتحاد، ولم تشترك في تصفيات المنتخب الوطني، ولا توجد أي أوليات لها في الاتحاد، علما أن وزير الشباب والرياضة السابق أحمد رياض كان قد أرسلها ببطولة شاطئية في القاهرة دون علم أو مراجعة الاتحاد المركزي أو اللجنة الأولمبية وبدون أي أمر إداري من الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. لذا اقتضى التنويح. هاشتاغ إبراهيم البهادلي رئيس الاتحاد المركزي العراقي للتايكوندو. نأخذ تعليق بخصوص هذا الموضوع ونذهب لعلي الحافظ. كتب: إذا هي لاعبة منتخب وتمثل العراق محليا وعربيا وقاريا وعالميا، فمعناها لازم ندعمها على الأقل، نشجعها ونحفزها بكلامنا، نحاول نقلل من لهجة التسقيط ونبذ الموهبة والاستهزاء. هي على الأقل تمثل العراق برياضة التايكوندو، مو مثل الأغلبية الساحقة من البنات المشاهير والإعلاميات والفيمسات والميك اب ارتست، لا وعي ولا ثقافة ولا هدف محدد. إذن بعض من كلمات علي الحافظ اللي يدعم هذه اللاعبة. للوقوف على ملابسات هذا الموضوع وطبعا لكي نصل إلى الحقيقة مباشرة، راح تنضم ويانا اللاعبة عبر الأقمار الصناعية اللاعبة إيناس عطا. بداية نقولها كل عام وأنت بخير، وطبعا نورتينا في برنامج جرى تويت لهذا اليوم. خير عليكم والعيد مبارك، عيد الأضحى مبارك على شعبنا العراقي وعلى الأمة الإسلامية، وشرفني وجودي معكم إن شاء الله.
يا اهلا وسهلا بك ايناس. بدايه اريد يعني نبدا مختصره عن ايناس عطا. اكيد يعني الكثير من الجمهور يجهل منه ايناس، ممكن الكثير من الناس يجهل ما حصل معاك في الايام الماضيه. اريد يعني سي في قصير، من هي ايناس عطا؟ من هي ايناس عطا؟ ايناس عطا بدايه اني مارست التايكوندو من عمر 10 سنوات، اختصر لك اياها، خارج العراق. 2013 رجعت امثل المنتخب. بس يابا ارفعوا لي الصوت شويه. نعم اسمعك كملي. رجعت 2013 قلت لاهلي انه امثل المنتخب العراقي ورجعت. صار كونكت ويا الاتحاد السابق تنويها للموضوع، اتحاد سابق برعايه دكتور محمود شكر. صار هذا الشيء ودعاني 2014 بطولة أوزباكستان، عسكرت مدة أسبوعين بسليمانية وأنا وكم بنات من موصل محافظة ثانية. ما أدري شنو صار الهويات الفيز ما طلعن، ما قدرنا نشارك نسد الموضوع مال قبل ما يبدي داعش يدخل العراق. بعد توف دخل داعش ونشاطات قلت والاتجاهات تغيرت، كان هذا الشيء صار ركود بالرياضة. بعد 2015 صار مشاكل بين الأعضاء كذا بيناتهم هم الرواد، صار تفريش للاتحاد، دب استغالته محمود شكر وطلع. بعد ما صار هذا طيب هاي في أي سنة إيناس؟ 2015 2015 نعم بداية الصيف يعني كان هيك شيء أتذكر. صار هذا الشيء وبعدها إنه صار من يصير هيك شيء قانون دولي يقول تصير لجنة مؤقتة إنه تقض هذا الاتحاد مدة 6 شهور يكون يسوون اتحاد جديد. طيب صار هذا اللجنة برعاية أبو يسر مع اللجنة الأولمبية مع الشراع، هو رئيس اتحاد مع الشراع وسعد هيثم عضوهم باللجنة الأولمبية، كل دولة صاروا 6 شهور حاولوا يفضون الموضوع ما انفض بين الرواد. ظل هذا الموضوع حد يعني هل يمكن 2020 اللي تشكل الاتحاد، مدة 5 سنوات الاتحاد ماكو، غايب على غايب عن الساحة، ماكو مواصلة. نعم. منك مع أعضاء الاتحاد مع رئيس الاتحاد السابق 5 سنوات أنت بعيدة عن الاتحاد وعن اعضاء الاتحاد وعن اللعبه يعني. ايه اكيد، لانه احنا انا اتدرب وما شارك بطوله دوليه. شنو ذنبي اذا بيناتهم ما جاي يحلوها؟ انا شنو ذنبي كلاعب او مو بس انا كهم لاعبين او لاعبات؟ هذا الموضوع خلينا نرجع للسبب اللي انا مستضيفك به اليوم. نعم. واريد توضحينه. انتشرت لي الصور في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وبعدها نزل بيان من الاتحاد العراقي للتايكوندو تبرئة وتنصل من إيناس، وأنه قال بين هلالين راح أخلي لك إياها أنه تدعي بأنها لاعبة منتخب وطن. تنويها أو توضيحا أنا ما أعرف شو اللي صار. بداية أنا ما أقدر أقول، يمكن سوء تفاهم أو يمكن هواي أمور ثانية، أنا ما أقدر أحكم بهالموضوع، منتظر بس تخلص أيام العطلة حتى أشوف شنو الموضوع. بس أنا ما أدعي، مستحيل أدعي هذا الشيء. أنا مثلت العراق ومثلت المنتخب 2019 بطولة عالم الشاطئية، هذا الشيء موجود وموجود أوراقي رسمية، وقبلها مثلت نادي الشرطة هم موجودة، وقبلها كم بطولة هم موجودة، كل الموجودات. طيب هو الاتحاد من كتب. نعم. بأنها تدعي بأنها لاعبة منتخب وطني، مثل ما قريت أنا أنه أنت موفدة من قبل الوزارة السابقة في زمن الوزير السابق الكابتن أحمد رياض، موفدة إلى طبعا مصر وبالتحديد في القاهرة في. نعم. في بطولة شاطئية. كيف يقول بأنه أنت موفدة من الوزارة وبنفس الوقت يقول تدعي بأنه لاعبة منتخب وطني؟ يعني أنت من رحتي أكيد مثلتي اسم العراق ورفعتي علم العراق، كيف يقولون أنه تدعي بأنه لاعبة منتخب وطني؟ هنا أنا صار يعني أكو تضارب بالكلام. ما يعني ما اقدر اقول لك، بس فت اوضح، مو بالقاهره، كان قردقه ساحل حشيشه اللي صار اصلا، مو وين بالضبط؟ وين قردقه؟ مصر. مصر قردقه مو قاهره. اها تنويها الموضوع لهم. انا مثلت المنتخب اوراقي رسميه، ومثل ما يدعي وانا لجنه اولمبيه ما كلها، بالعكس لجنه اولمبيه انا خبرتهم راح اروحن، استاذ احمد رياض ما كان اكو اتحاد ابدا موجود. أه. البوست اللي انا طلبت منه ان الوزير السابق دكتور احمد رياض اوجه تحياتي وعيد مبارك، تحياتي، انه ماكو اتحاد، تعبنا ماكو اتحاد،
مدى يفضوها الرواد قبل ما أنا أروح للمعاني. قبلها بثلاث أشهر قعدوا الرواد وصار مشاكل موجودة في الفيديوهات والصور، ما قبل أربعة صعدوا وأربعة ما صعدوا، عفوا اجتماع وأنه صار أنه فصل بهذا الاجتماع الأول ما قبله على الأربعة اللي صعدوا، صعدوا أنه حسوا تزوير الموضوع. بعدها أنا رحت المعاني لأن تعبت، أنا شارك، أنا مثل بلدي، أنا ما رايد الشيء، أنا أرفع علم العراق، من حق أي لاعب. طيب هذا الاتحاد الجديد اللي مثل ما تقولين أنه يعني في فترة الهيئة المؤقتة إجا صار لخمس شهور أو ست شهور يعني مثل ما حسب معلوماتي، أنت في 2014 يعني أيضا مثلت العراق في بطولات، وهذا الباج اللي هسه موجود اللي طالع بالجو هذا الآي دي. نعم صح. يعني خير دليل انه انت لاعبة منتخب وطني. إيه؟ كيف هذا الاتحاد ما عنده معلومات عنك؟ والله انا بدي اعتب عليهم الرواد الموجودين، استاذ ميسم ناصر، دكتور محمود شكر، والاعضاء الموجودين، اللاعبين كانوا وياي موجودين، كلهم موجودين عشان يقدروا يروحوا يسالون، او يعني هو امور ثانيه انه موجودين توضيحات عشان يسالون، او ابسط شيء ما عاد نقول اوراق الاوليه عشان يسالون الاعضاء اي ناس كذا كذا، يقولوا لهم منو اي ناس، ما نحتاج عن هذا الموضوع. وثاني شيء هم لا اتصلوا علي من نزل هذا البيان، لا ابدا، هذا المنشور حالي ولا حالكم، ولا احد يعني مثلا حاول يستفسر من عندك، لا ابدا، حالي حالكم، حالي من حال اي ناس ثانيه. جاني منشور فانز مالتي متابعيني والناس اللي يحبون الزوليا، اي ناس شنو هذا الموضوع؟ يعني انا بالليل وصلني الخبر يعني الساعه 12 شفته وبوعت على الموضوع، يعني لا متصلين علي، لا سائلين علي، لا بلقيني بشي حتى افتهم الموضوع، بعدهم ياخذون هيك قرار. بداية من صار تصفيات اللي هم يقولوا انا ما شاء، بالعكس انا خاطبتهم العضو مالتهم، هم موجودين اصلا بالفيسبوك مالتي، اكثر اعضاء مال تايكواندو مثل احمد قاسم من باب الافتكار هو اعضاء، مال بغداد هو يعني اعضاء، مع احتراماتي لهم وعيد مبارك عليهم، موجودين. أنا 2019 خبرتهم أن عندي امتحانات ما أقدر أحضر لأنه تاريخ مالتهم كان كلش محل بوقت اللي حاطه، وأنا بلقتهم قالوا لي أوكي ناس صار لزينا فيديوهات لزينا كذا أدائك، أنت واحدة منه وإحنا نتشرف السلابي منتخب وأنت أفضل مستوى عندنا بكل البلد ومن هذا القبيل كان. طيب أنا أسألش ليش الزامن هذا الموضوع رد الاتحاد والبوست اللي قدمه الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور اللي خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني بعد ما شفنا بعض من المواقع تنشر صورك وانت في اعلى المبنى اللي كنت تتمرنين به، صحيح؟ نعم صحيح. طلع البوست بعد يعني ساعات من هذا الموضوع، يعني تعتبرين هذا الموضوع يعني كان مدبر؟ ما طلع بنفسه وراب 10 اسبوعين. اسبوعين؟ نعم اسبوعين ما طلع نفسه. طيب عشان نفس تعتبرين هذا الموضوع مدبر او كان هناك يعني ضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الاتحاد في سبيل يتبرأ من عندك ويتنصر ويقول هاي اللاعبه ما موجوده من ضمن يعني لوائح والقوائم الاتحاد؟ لا بالعكس، هاي بشغله يعني الحمد لله والشكر اقول شعبنا بالعكس واعي كلش ودا يدعم النساء كلش، وحابين اسعدنا بنات رياضيات لانه حاب نرفع علمنا. بالعكس هذا اصلا ما هذا الموضوع ابدا، بالعكس اللاعبين الرياضيين اي نوع من اللعبات دا يشجعون بناتنا يزيدين عدد مالتنا، نرفع علم مستوى عالي، عندنا مهنيات البنات يكونوا مستويات عاليه. بالعكس ماكو هيك شيء ابدا، مستحيل يكون هذا السبب، مستحيل. طيب بالنهايه انتظر ردت فعلك بعد ما شفتي هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي وما اتحدث بموقع الخاص لاتحاد التايكوندو، شو راح تكون ردة فعل إيناس لكي تثبت الوسط الرياضي مثل إحساء؟ يعني احنا بعد ما شفنا هذا الاي دي وبعد ما استفسرنا واستقصينا عن هذا الموضوع، اكيد انت لاعبة ومثلت العراق ورفعت علم العراق عاليا، لكن شلون راح تكون ردة فعلك بخصوص هذا الموضوع؟ هو أني بالنهاية رياضة أخلاق اسمها. نعم. قبل ما تكون رياضة أني ما راح أحكي، انتظر من تخلص هاي العطلة ويرجع الحياة راح أنه راح أشوف شنو الموضوع، بعدها راح يكون عندي رد، وأنا عندي أوراقي وعندي كل المستمسكات اللي يحتاجوها راح أنه أراويها وراح أشوف هذا الشيء. وأتمنى من جهات المعنية يكفي أنه محاربة بنات الرياضيات. عندك مناشدة معينة ممكن يعني تطرحيها من خلال البرنامج إلى أحد يعني أصحاب الشأن بخصوص هذا الموضوع حول مظلوميتك اللي وقعت عليك في هذا الموضوع؟
اي اكيد مو يعني مو بس انا كم رياضيين يعني مو ناشدتي انه يكفي محاربه الناجح، يكفي انه رياضي ناجح انه الاتحاد نوجد حتى يحتوي اللاعب. الاتحاد بدون لاعب ما يسوى صراحه، هاي بدون لاعب ايش راح يقدم؟ احنا اللاعبين داعي نضيف هذا الاتحاد، مو هم داعي يضيفوننا. كل ما يزيد الاعداد، كل ما يجون ميداليات اللاعبين، كل مستوى يكون راح يكون الاتحاد الى مكانته وشأنه. بالنهايه التايكواندو ما كان معروف بالعراق، من خلال اي ناس نعرف تايكواندو شنو، اكو لعبات فرديه ما حد يعرف لها شنو اسمها. انا اول ما قبل ما ادخل السوشيال ميديا او اخذ هذا الصدى، الحمد لله والشكر الناس تحبني بهالكميه الهائله الحب اللي عندهم، كان ما يعرفون بين الكاراتيه والتايكواندو. اقول لهم تايكواندو، يقول لهم تايكواندو، يقول لي لا كاراتيه، كلها تلاليق عيوني ماكو فرق. هاي كان عندهم النظره، بس هسه اختلف النظره. من تقول تايكواندو يرجعون يقول اي تايكواندو مختلف. اريد نزيد اطفالنا، اريد نزيد العدد، اريد بالنهايه اني عندي هدف، وهدف مالتي انه يزيد البنات الرياضيات، وصار عندنا بطلات كوما، ما يختصر على اي ناس بس، يختصر على كوما لاعبات. بالنهايه انا اليوم موجوده، بعد فتره راح اكبر ويجي غيري، يجي الثاني حقه ياخذ حقه، مو اني دائما باقي بهذا المكان. نعم. انا اليوم اسعى اوصل شي اللي اريده، من يكبر عمري راح يجي غير ياخذ هذا المكان ويكمل طريقي. بنهايه كل التوفيق ايناس في يعني مسيرتك الرياضيه، وان شاء الله يظهر الحق، والحق ظاهر يعني، ولكن انه ترجع كل ما نتكلم عنك بسوء، وكل ما نحاول تسقيطك. نعم. ان شاء الله يعني اهل الشأن يقتصون من عنده، ومثل ما نقول الله فوق انا اكيد يعني. بس انا اطلب من كل يعني اللجنه الاولمبيه والوزاره انه يرجعون لي الحق، يعني رد اعتبار لي، لانه مو من حق احد يسقط احد، ولا من حق احد يدن. انا لاحش، يعني كلش انسانه اقول له احترامات موجوده. بالنهايه انا كلش فرحانه الاتحاد شكل، واتحاد صار وطهم شرعيه قبل فتره، سمعت من وزير معاني الوزير استاذ عدنان درجال. أه. صارهم شرعيه، وانا بارك لهم هذا الموضوع. بالعكس انا اتمنى تكمل هاي الرياضه. انا مو مختصر الرياضه نفسي ابدا، انا اريد لاعبين يزيدون، عندنا اطفال يحلمون يطلعون بطوله. أه. قلبهم ضرب بطوله، يعني انا بالعكس انا وياهم، أنا مو ضد أي شيء أو ضد، بالعكس أنا قلبي وايد كبير. وهذا الشيء اليوم موجود، الحكي اللي صار بعد فترة يمحي وينسي، بس المهم الخلق والأخلاق تبقى بالنهاية. أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. كنت ويانا يعني اليوم ضيف خفيف ظل، وأكيد وضحتي كل الأمور. شكرا لك. شكرا. ورجعنا لكم جديد أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم، وأكيد عندنا القصة الثالثة اللي تخص كل عشاق نادي نيوكاسل يونايتد. نادي نيوكاسل يونايتد قبل 4 أشهر قرر صندوق الاستثمار السعودي أن يدخل في مزاد الشراء، وأن يشتري هذا النادي، وأن يكون ضمن اهتماماته. مثل ما الكل يعرف أنه قطر والإمارات دخلت واشترت أندية، مثلا قطر اشترت نادي باريس سان جيرمان بعد ما كان يعني النادي ما نقول مغمور، ولكن كان في منتصف الدوري، لكن بعد ما قرر يعني الجهات القطرية أن تشتري هذا النادي، النادي بدأ يستقطب اللاعبين الكبار، وبدأ النادي ينتعش اقتصاديا، وأصبح من الأندية الصعبة في أوروبا. بالمقابل السعودية أيضا قررت أن تستثمر في الرياضة. في البداية سمعنا أخبار أنه الجانب السعودي يريد أن يشتري نادي مانشستر يونايتد، لكن أعتقد الموضوع كان صعب في هذا الشأن. قرر بعد فترة أن يشتري نادي نيوكاسل يونايتد، لكن طلعت أخبار كثيرة في السوشيال ميديا بخصوص هذا الموضوع، أنه السعودية غير قادرة على شراء هذا النادي، وأيضا تعليقات سلبية بخصوص هذا الموضوع ممكن أثرت على جماهير النادي. لكن جماهير النادي هناك في إنجلترا كانت تمني نفس أن يكون النادي ضمن الفرق الكبار في إنجلترا، وأيضا يشارك في دوري أبطال أوروبا لملا والدوري الأوروبي من خلال استقطاب الأسماء الكبيرة. كل عشاق النادي بدأوا يحلمون
في هذا العرض المقدم من قبل الجانب السعودي. لكن يوم أمس استغرب الجميع أنه الجانب السعودي انسحب من هذا الاستثمار، وبدت الصحف تكتب بخصوص هذا الموضوع. بداية نذهب إلى بوست لعبد الله كتب: قرار صائب سحب مجموعة تجارية تضم بي سي بي كابيتال بارتنز وروبن براز بدعم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية طلبها في صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لأن الصفقة غير مجدية تجاريا، خاصة بعد ما تسببت صفقة الشراء بحملة إعلامية سلبية. وأيضا في تغريدة أخرى لموقع مجنون نيوكاسل على تويتر كتب ألان شيرر، اللي هو نجم المنتخب الإنجليزي السابق وأحد أساطير نادي نيوكاسل يونايتد، كتب صرح عبر البي بي سي عن سحب الائتلاف عرضة من شراء نادي نيوكاسل يونايتد: الأخبار ليست جيدة، إن كنت من مشجعي نيوكاسل هناك الكثير من الغضب وهذا أمر مفهوم، وهناك كم هائل من خيبة الأمل أنهم يريدون من النادي أن ينافس ويتقدم للأمام، ولهذا كان يوم أمس مخيبا للآمال. إذن ألان شيرر يشرح الخيبة الأمل اللي يعيشها جماهير النادي اللي كان يحلمون طيلة الأربعة أشهر الماضية بتقدم يعني كعرض مالي كبير، وستدخل الأموال في خزينة النادي وممكن ينافس على لقب البريمير ليج وأن يتواجد في البطولات الكبرى كأبطال أوروبا وأيضا في الدوري الأوروبي. لكن لنكن صريحين أكثر بخصوص هذا الموضوع، يقال إنه بسبب قرصنة الجانب السعودي من خلال بثه لقنوات بي أوت كيو اللي اعتبرها الجانب الإنجليزي إنه قناة قرصنة. بسبب هذا الموضوع قال كيف إنه قناة بي إن سبورت، القناة المالكة والحصرية للدوري الإنجليزي، كيف الجانب السعودي يشتري هذا النادي؟ شلون بعدين راح يشوفون الجماهير في السعودية أو في الوطن العربي هذا النادي وأنتم يعني على خلاف بخصوص هذا الموضوع؟ والكثير تحدث بخصوص هذا الموضوع أنه للجانب القطري كانت هناك بعض يعني الأمور في تعثر هذه الصفقة. خلدون الشيخ صحفي موجود في إنجلترا وشاهد على الحدث كتب: جماهير نيوكاسل الغاضبة تريد محاسبة رئيس رابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز على المماطلة والتلاعب بمشاعر المشجعين، وعشرين ألفاً منهم وقعوا على عريضة ويسعون لتقديمها إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لفتح تحقيق. إذن الموضوع تعدى الكثير وبدأ يأخذ منحى آخر من خلال غضب الجماهير، ويريدون أن يقدموا يعني شكوى ضد مالك النادي وضد رئيس رابطة البريمير ليج بعد ما تلاعب مشاعرهم مثل ما صرحوا، ويرفعوها إلى رئيس الوزراء البريطاني. نقرأ لكم أيضا خالد ربيعان كتب: بشكل رسمي ونهائي المملكة تنسحب من صفقة نيوكاسل يونايتد، طول الإجراءات وعدم جدية الطرف البائع أو شيء آخر خلف الكواليس في ظروف استثنائية عالمية وتقلبات لحظية في الاقتصاد العالمي، ما جعل الصفقة غير مجدية كاستثمار يهم السعودية عبر ممثليها. أخيرا تغريدة لأحمد راشد كتب: الجماهير كانت تحلم بمشروع كبير لملا كمشروع السيتي وباريس سان جيرمان، مثل ما يعرف الجميع أنه الإمارات لها الأسهم الكبيرة في نادي مانشستر سيتي وأيضا قطر في نادي باريس سان جيرمان، لكن الصفقة تعثرت وتوقفت. البعض اعتبرها أنه مجازفة من الجانب السعودي، والبعض الآخر عزاها إلى أنه هناك كانت بعض يعني الأمور التي تسببت في تعثر هذه الصفقة. هذا كل ما يخص قصصنا لهذا اليوم. الآن راح نستعرض أسئلة
أو أجوبة السؤال السابق في الحلقة السابقة. ونقرأ لكم، كان السؤال بخصوص من هو أفضل لاعب عراقي محترف. عماد كتب سابقاً يونس، حالياً بشار. علاوي كتب أفضل لاعب محترف علي عدنان لأنه مثل العراق في قارة أوروبا وغيرها، أحسن تمثيل وإن شاء الله التوفيق في مسيرته مع ناديه الأمريكي. الفتى العطواني، علي عدنان أفضل محترف، يعتبر مثال للاحتراف للاعب العراقي من الناحية الثقافية والالتزام، وشكراً. عزيز كتب بشار رسن مستوى ثابت ليس كبقية اللاعبين كل يوم بشكل. كاظم الكربلائي بشار لأن فريق بشار يحقق البطولات. زهرة الربيع كتبت أفضل وأجرأ لاعب علي عدنان، كل التوفيق إن شاء الله إلى. أيضا نستعرض لكم تعليقات أخرى بخصوص سؤال الحلقة. كتب حيدر فاضل أكيد بشار رسن. محمد الميساني بشار رسن وبكل جدارة. كرارة سعدي كتب علي عدنان بشار رسن. هيثم عبد الرضا هاف تايم أحسن معلقين أحسن محترفين بالعراق، تحياتنا للزميل هيثم عبد الرضا. سيد محمد أبو صادق للإنصاف بشار رسن. وآدم كتب بشار رسن ربي حفظ إن شاء الله. بسام كتب بشار رسن. وهمام طارق مسلم كتب بالأرقام بشار وعلي عدنان. إذن إجماع كبير على بشار رسن، ويأتي خلفه بالتصويت الكابتن علي عدنان نجم فريق فرانكوفر الأمريكي، فرانكوفر وايت كابس عفوا. كروري الموسوي كتب علي عدنان مناصفة مع بشار رسن. ريماس نشكركم على هذا البرنامج الجميل، شكرا لك يا ريماس. محمد العطواني كتب أفضل لاعب عراقي محترف هو اللاعب علي عدنان وكذلك اللاعب بشار رسن. حيدر مجيد بشار رسن وذلك بسبب تحقيق اللقب الإيراني 3 مرات متتالية ومركز ثاني دوري أبطال آسيا وتقديم أداء متميز في كافة المباريات. رحمن العراقي بشار رسن. وحسين سامي أكيد بشار رسن. سارة البياتي علي عدنان وبشار رسن. إذن بشار رسن في المرتبة الأولى ويأتي بعد اللاعب علي عدنان. هذا ما يخص تعليقات سؤال الحلقة السابقة. الآن راح نروح إلى جولة في حساب لاعب. خلي نشوف فادي وين الجول بالإنستغرام واختار لنا أي لاعب نشاهد، وأكيد بعدها راجعين. إذن كانت جولة في حساب حارس المرمى للقوة الجوية الكابتن محمد صالح. الآن نروح إلى فقرة هدف من الذاكرة. خلينا نشوف الجماهير اختارت أي هدف، ودائما نقول نختار بشكل عشوائي. شاهد سوية وأكيد بعدها راجعين. أحمد ياسين يدرج بالكرة لخالدون إبراهيم. كرات سريعة خطيرة خطيرة وتصويت. شوف الكرة وهات الصورة يسارية في الشباك الأردنية، صمت رهيب يخيم على مدرجات جماهير الأردن والفرحة والأفراح. إذن هدف جميل لحمادي مع المنتخب الوطني على المنتخب الأردني في أيام زيكو. اليوم حمادي ابتعد عن المنتخب الوطني، وزيكو اللي حقق أرقام جيدة مع المنتخب الوطني أصبح من الماضي. ننتقل الآن إلى سؤال حلقة هذا اليوم. خلينا نشوف سؤالنا شنو يقول. سؤال الحلقة لهذا اليوم، من هو أفضل مهاجم في دورينا؟ إذن من هو أفضل مهاجم من دورينا؟ اختاروا من بين هؤلاء الأربعة، وإذا ما يعجبكم من هؤلاء الأربعة ممكن تختارون أي مهاجم. خلونا بالتعليقات، وأكيد راح نستعرض كل التعليقات في الحلقة القادمة سواء من الفيسبوك أو حتى من الانستغرام.
وصلنا وياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نتمنى دائما أن يكون عند حسن الظن. عيد مبارك مرة أخرى على الجميع، نلتقيكم إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.